انخفضت إيرادات شركات الفنادق المدرجة في بورصة عمان بأكثر من 26% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 51 مليون دينار. وبحسب البيانات المالية فإنه نتيجة لتراجع الإيرادات فقد تحول القطاع إلى الخسائر بقيمة 4 ملايين دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي مقارنة مع أرباح 6,400,000 دينار في النصف الأول من العام الماضي. بلغت قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها ومعلن عنها للأردن وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي قرابة 2,800,000,000 دولار حتى نهاية شهر تموز الماضي. المزيد في هذا التقرير. 2,800,000,000 دولار بلغت قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها ومعلن عنها للأردن وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي حتى نهاية تموز الماضي، منها 700,000,000 دولار منح موقعة لبرامج ومشاريع في الأردن، و2,128,000,000 دولار قيمة القروض الميسرة. وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقعت اتفاقية قرض مع البنك الدولي لبرنامج رأس المال البشري بقيمة 300,000,000 دولار بالإضافة إلى اتفاقية سابقة تعنى بتزويد الأطفال والشباب الأردني بمهارات سوق العمل بقيمة 400,000,000 دولار. وضمن برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن وقعت اتفاقيات أخرى مع البنك الدولي كقرض بقيمة 321,000,000 دولار ومنحة بقيمة 29,000,000 دولار بالإضافة إلى برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة والتي وقعت أيضا كقرض بقيمة 221,000,000 دولار ومنحة بقيمة 5,000,000 دولار. ومع الاتحاد الأوروبي وقع الأردن اتفاقيات عديدة منها منحة بقيمة 16,000,000 دولار لدعم التدريب التقني والمهني ومنحة أخرى بقيمة 11,000,000 دولار لدعم التراث الثقافي المستدام من خلال تحديث موقعين أثريين وهما أبيلا ومكاور بالإضافة إلى منحة بقيمة 3,000,000 دولار لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي غربي إربد ومنحة أخرى بقيمة 11,000,000 دولار لمشروع تحسين كفاءة الطاقة. ومع بنك الاستثمار الأوروبي الذراع الخاص للاتحاد وقعت وزارة التخطيط اتفاقية لتعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي في الأردن شملت قرضا بقيمة 433,000,000 دولار ومنحة عبر آلية التمويل الميسر العالمية بقيمة 54,000,000 دولار. ومن المقرر أن توقع الوزارة في الربع الأخير من العام الحالي اتفاقية المنحة الأمريكية الاقتصادية السنوية المخصصة لدعم الموازنة العامة بقيمة 845,000,000 دولار كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية السنوية للأردن.